السلام عليكم. اليوم رايحين نبدلو ديسكو بلاطو بي تي كيت كومبلي تاع تويوتا ايريس لاني 2012. اليوم رايح نبين لكم كيف تعرفوا ديسكو بلاطو اوريجين ما الدوزيام كوبي. هاوليك هذا تويوتا ايريس دوريجين راه تخرج بالايزين، هذا اللي راه شريناه كوبي كما تشوفوا راهم ميد ان جابان، مي راهو كوبي مش اوريجينال. بالنسبه للبلاطو تلقاوه تويوتا ايزين كما راكم تشوفوا، لا غرافير هنا كاينه 3 اي سي كاين دي، مي جديد راهو ما كاينش كما راكم تشوفوا مكتوب ايزن. بالنسبه للبلا ديسك كاين هنا مكتوبه ايزين، ولهنا لانسيني تويوتا بشناوة مي جديد ما تلقى حتى فيه كتيبه، لا غرافير ما كاينش. ندوروا الجهه الاخرى هكذا، جهه اخرى واش مكتوب فيها؟ ما مكتوب فيها والو، كاين نفس الشيء. بالنسبه لابيتي تلقاوها جابان كويو جابان، اما اللي تلقاوها جات مع الكيت ايزين راهي جابان ناشي. هذا واش حبيت نوضح لكم برك باللي ديسكو البلاطو هذا ملي تباع ايزين راهي كوبي مشي دوريجين كيما راهم يقولوا لك اللي يبيعوا في لابيس دو ديتاشي، راهي كونتر فاسون باش واحد ما يتفلسف عليك. السلام عليكم.